أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الرئيسة من قناة الأجواء إلى العناوين. الوزير الأول يشرف على مراسم توقيع اتفاقية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الأنترنت. وزير العدل حافظ الأختام يشرف على افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. الاتفاق على إعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري المصري. وزيرة الثقافة والفنون تثمن البعد الروحي والديني في الساحة الثقافية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشرف الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على تفعيل التشغيل البيني بين المنصة النقدية لبريد الجزائر والبنوك في مجال الدفع بالأنترنت بحضور محافظ بنك الجزائر رستم فضلي وأعضاء من الحكومة وإطارات بريد الجزائر والبنوك. وستمكن العملية أصحاب بطاقات الدفع الإلكترونية ما بين البنكية سيابي والبطاقة الذهبية جولدن كارد من سحب وإيداع الأموال عبر كافة الموزعات النقدية الآلية سواء كانت البنكية أو البريدية. وأكد الوزير الأول لدى إشرافه على مراسم التوقيع على اتفاقية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الأنترنت إن مسار تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر الأنترنت قد تعزز اليوم بإبرام هذه الاتفاقية بين مؤسسة بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي وكذا شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك ساتيب، مع التذكير أن اتفاقية التشغيل البيني الموقعة بين هذه الأطراف قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 5 جانفي 2020. كما قدم الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن بعض المؤشرات التي تعبر عن هذا التزايد، حيث كشف أنه خلال سنة 2021 تم تسجيل ما يفوق 2 مليون عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني بمبلغ قول إجمالي يقارب ب 15 مليار دينار. أشرف صبيحة اليوم السيد عبد الراشد طبي وزير العدل حافظ الأختام على افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وهذا بمقر المدرسة العليا للقضاء. الاجتماع الذي حضره 5 وزراء معنيين مباشرة بموضوع إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وهم وزير التربية الوطنية، وزير التكوين والتعليم للمهنيين، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، بالإضافة إلى قطاعات وزارية كالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الفلاحة والتنمية الريفية والعمل، حيث تم التأكيد على التمسك بمبادئ الدفاع الاجتماعي والعلاج العقابي وتشخيص المعاملة العقابية لتحقيق إعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسين. التغطية للويزا سيودة. بأن الاستثمار في هذا المجال من خلال إعادة إدماج المحبوسين هو أحد أكثر الممارسات الناجعة لمكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود. إن السياسة العقابية المبنية على برامج هادفة لفائدة المحبوسين سواء داخل المؤسسات العقابية وامتدادها إلى مرحلة ما بعد الإفراج عنهم هو تأكيد على التمسك بمبادئ الدفاع الاجتماعي والعلاج العقابي وتشخيص المعاملة العقابية لتحقيق إعادة التأهيل الاجتماعي للمحبوسين، علاوة على إعادة تكييف برنامج تكوين موظفي إدارة السجون بما يتماشى ومتطلبات المعاملة العقابية الحديثة في إطار تعزيز القدرات البشرية. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، يشكل التعليم والتكوين المهني وتشغيل المحبوسين أهم المكونات الأساسية الداعمة لعمل إعادة الإدماج والتأهيل التي تمكنهم من الارتقاء بمعارفهم ومؤهلاتهم المكتسبة داخل المؤسسة العقابية للإنخراط في القوة العاملة المنتجة والإسهام في النشاط الاقتصادي، إذ شهد نشاط التعليم في المؤسسات العقابية تطوراً ملحوظاً في أوساط المحبوسين مع تسجيل ارتفاع عدد المسجلين في التعليم العام فخلال هذا الموسم الدراسي 2021-2022 بلغت التسجيلات 35341، منهم 4170 مسجل في شهادة البكالوريا و3375 في شهادة التعليم المتوسط،
بتأطير من 1062 مؤطر من مختلف الشركاء في هذا المجال. دعت وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال اليوم الخميس من الأغواط إلى ضرورة استغلال البعد الروحي والديني في السياحة الثقافية من أجل تثمينه. وفي تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد بولاية الأغواط، قالت السيدة شعلال أنه من الضروري تجسيد معاني الاستثمار الثقافي الحقيقي من خلال استغلالها في السياحة الثقافية ذات البعد الروحي والديني. ولفتت إلى أن قطاع الثقافة يولي أهمية كبيرة للزوايا والطرق الصوفية وخاصة الزاوية التجانية باعتبارها نبرسا للروحية ومكمنا للامتداد الإفريقي والعالمي. نظمت اليوم الخميس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ممثلة بالمديرة العامة السيدة بهلول وهيبة بمشاركة السيد علاء العز المدير العام للاتحاد الغرف التجارية المصرية لقاء عمل عن طريقة تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمقر الغرفة لمناقشة العديد من المسائل ذات العلاقة ببناء اقتصاد قوي ومتنوع لكلا البلدين. كما شارك في هذا اللقاء الدكتور ياسد قراني الملحق التجاري للسفارة المصرية بالجزائر. وفي هذا الإطار تم الاتفاق على إعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري المصري الذي تم إنشاؤه في 2019 وتنظيم منتدى اقتصادي في غضون الثلاثي الأول من سنة 2022. وأكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات المتعددة الأطراف في مختلف المجالات، لا سيما توحيد الرؤى والتوجهات والمواقف في إطار اتحاد الغرف العربية وأيضا جمعية غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط بحكم أن مصر تترأس دورتها الحالية. مجمع روشاي للهجرة والاستثمار في الجزائر يحتفل بعامين من النجاح والتألق في مساعدة الشباب الطموحة لإيجاد وظيفة خارج الجزائر في الإمارات، وذلك بحضور وجوه معروفة من الفنانين الصحفيين والمؤثرين. التغطية لزميلة سلمى رباعي. مرحبا بكم معنا، نوزا في انورميمون بليزير سي ان اونور بور نو كو فوز اسيستي في السكند انيفرساري دو غروب روشاي. الحمد لله قفلنا 2 ans دو ريوسيت كوم جي دي توجور 2 ans في تحقيق احلام لي جون الجزائريين. دونك غروسو مودو نوتر سوسيتي الحمد لله رانا في نجاح 96%. انا اريفي ا دوني دي شانس لي جون pour avoir des embauches à l'étranger, surtout spécialement à Dubaï. حنا روشاي جروب رانا سبيسياليزي uniquement مع الامارات. responsable de la société Group Rochai اليوم organisina événement li kanou fi mu'attirin w kanou tani kayen des clients li rahom rayhin Dubaï inchallah w habina nhtaflou bla société parce que inchallah اليوم qaflet 2 ans fi l'Algérie. Je suis chef d'entente Dubaï Consulting مجموعة روشاي. احنا عندنا مشاريع بإذن الله للشباب، عندنا مناصب عمل كبيرة في دبي تتمثل انه الشباب يقدموا على كما نقولوا دي تيست اونلاين انترفيو، عندنا يديروها مع الاتش ار في دبي لهي، وبإذن الله كون ينجحوا يروحوا ديريكتومون يخدموا فور فري. نشكر جروب روشاي على الانفيتاسيون وليا الشرف اللي حضرت الانفيتاسيون، والله العظيم يعني عجبني الحال وحضرت للذكرى الثانية لتأسيس هذه المؤسسة اللي عبارة على مجموعة من الأعضاء يساهموا يعاونوا الشبيبة باش يسيبوا العمل خارج الوطن وخاصة في الإمارات ودبي. يعني نشكرهم بزاف بزاف على المبادرة الطيبة والحسنة، ونشكرهم بزاف على العرض. وفي الملف الأمني تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية الحراش من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة ينحدرون من الجزائر العاصمة في قضية تسيير وتنظيم مجموعة إجرامية لغرض الإعداد لجناية حيازة وتخزين وعرض المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى عرقلة عمليات التفتيش والتوقيف لمهام القوة العمومية وتسهيل فرار أشخاص مطلوبين بموجب أوامر قضائية. تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الحراش
من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم في قضية تسيير وتنظيم مجموعة إجرامية لغرض الإعداد لجناية حيازة وتخزين وعرض المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية مع العود، بالإضافة إلى قيامهم بعرقلة عمليات التفتيش والتوقيف لمهام القوة العمومية وتسهيل فرار أشخاص مطلوبين بموجب أوامر قضائية. قضية الحال تمت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليمياً، وبعد الحصول على إذن بالتفتيش من السيد وكيل الجمهورية تم تفتيش منازل المشتبه فيهم في القضية، ليتم حجز 318 قرص من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، 6 أسلحة بيضاء، مبلغ مالي يقدر ب 117 ألف دينار جزائري. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً. تمكنت فرقة مكافحة الإتجار الغير مشروع التابعة لأمن برج باريريج من توقيف 5 أشخاص في قضية تخزين أدوية مهلوسة لغرض البيع في إطار شبكة إجرامية. العملية مكنت من حجز 1435 قرصا مهلوسا من المخدرات وسيارتان سياحيتان وأسلحة بيضاء. التغطية لعبد الملك رفيز. في إطار المجهودات المبذولة لمحاربة الجريمة في الوسط الحضري وبناء على معلومات مؤكدة، تمكنت فرقة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية برج باريريج من معالجة قضية تتعلق بحيازة تخزين ونقل أدوية مهلوسة ذات منشأ أجنبي موردة إلى التراب الوطني عن طريق التهريب لغرض البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال وسائل نقل. هذه الأخيرة مكنت من حجز 1435 قرص مهلوس من علامة بريغابالين، كمية من المخدرات، أسلحة بيضاء، هواتف نقالة، مبلغ مالي، وكذا سيارتين سياحيتين كانت تستعملان في عملية الترويج. قضية الحال تورط فيها 5 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 48 سنة. بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف قضائي ضدهم، سيقدمون بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. أشرف والي ولاية غليزان على تنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد بغدادي عبد القادر بعد تساويه مع منافسه في عدد الأصوات، وبعد فوزه برئاسة المجلس بمبدأ الأكبر سنة طبقا للمادة 59 من قانون الولاية. التغطية لمساوي عبد القادر. أتمنى إن شاء الله أن نعمل سويا عليها كي نساهم سويا في هذه الفترة في نكونوا فيها مع بعض، وليكم أنتم عندكم 5 سنوات لكم إن شاء الله أن تتم هذه العهدة بسلام وفي سلام، وأيدينا ممدودة لكافة عضوات وأعضاء المجلس على رأسهم السيد الرئيس كي نعمل معا سويا وبإصغاء تام وباهتمام لكل مقترحات الإخوة وآمالهم وما يتطلعون إليه لطبعا إضفاء تحسين وتحسن الولاية في جميع المجالات. وستظل أبواب مجلسنا مفتوحة أمام المواطنين، وأن هدفنا الأول هو خدمة المواطن والدفاع عن تطلعاته المشروعة وخدمة مصالحه. وأقول للسيد الوالي المحترم إن أيدينا ممدودة لكم من أجل مساعدتكم في مهامكم الثقيلة، والعمل معكم بكل تعاون وتكامل وتنسيق في سبيل مواجهة التحديات. إن المهمة صعبة وكبيرة، لكن تحدون الثقة في كفاءتكم ومقدرتكم على النهوض بها، ولن تجدوا منا سوى كل الدعم والمؤازرة. قام عمار علي بن سعد والي الولاية رفقة السيدة مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة لدى الوزير الأول بزيارة إلى مركز الطفولة المسعفة والمركز النفسي البيداغوجي، وبعدها بزيارة قاعة العلاج المجاهد بوفتاح غزالي بحي البساتين أين يتواجد الأطباء المختصين، حيث تم الكشف عن أكثر من 250 طفل مريض، إضافة إلى التكفل ببعض حالات الشلل الدماغي للأطفال قصد إجراء عمليات جراحية لهم بالجزائر العاصمة. وتم بعدها حفل بالمسرح الجهوي على شرف المفاوضة والوفد المرافق لها، وكاد تقديم كراسي متحركة للأطفال من ذوي الهمم. التغطية للزميل رضوان غالمي. واليوم هذا هو التجميد، والتجميد على مستوى القطاع العام بطبيعة الحال،
دواء الطاقم الشبه الطبي يتكون في بلان داكسيون اليوم بالعائلات دو كيسات ماتيني ونا كومونسي لا كونسلطاسيون فيها الفحص افيك لي زوتي لاكومبانيمون دي بارون منها يشوفوا الاحتياجات نتاعهم مي اوسي سويفغ لي جون لي سون ديجا سويفي بار لور بروفيسيونيل يا فور ا ميزور اون ايت ان تران دو دوني لي انفورماسيون دونك لو كان بلغت ما تتوقعيش العدد اللي يحضر هنا. وبالتالي احنا عندنا مثل هذه الاصابات بشكل كبير جدا، ويحب السلطات العليا تنظرنا وتؤسس وتشيد مؤسسه خاصه بمثل هذه الاطفال. شوف هذا من مساعد الاطفال. معليش انا على بالي باللي 17 17 17 الله يبارك عليكم. كانت كاين مرافقه لهم مع الاول للوقوف معنا ومشاركتنا في هذه العملية النبيلة والتي تتمثل في رعاية هذا الطفل والوقوف على شؤونه وإدماجه في أوساط المجتمع. موضوع لدى السيد الوزير الأول نظرا لحجم مهامها في تغطية حقوق الطفل وأيضا في حماية الأطفال في خطر، اطلقنا عدة آليات لتسهيل يعني عملنا وتسهيل أن نلحقوا إلى كل مواطن ونسهلوا له عملية التكفل بالأطفال، لأنه على بالكم حماية الطفولة لأن نقولوا هي مسؤولية الجميع. كل واحد فينا عارف بأن هناك طفل في خطر، طفل تم انتهاك حقوقه، يتصل بالهيئة الوطنية عبر الآليات، وربما أهم آلية أنتم تعرفوها هو الرقم الأخضر 1111 المتوفر من كل متعاملي الهاتف النقال والهاتف الثابت، وهو رقم مهم جدا ويستقطب اهتمام كبير من قبل المواطنين. أقول لكم أنه يوميا على مستوى خليج تلقي الإخبارات نتلقى أكثر يعني إلى غاية 10,000 مكالمة من قبل المواطنين في كل أنحاء الوطن اللي يعبروا فيها عن انشغالاتهم ويطلبوا ارشادات وتوجيهات في ملفات متعلقه بالطفوله. عدد الاخطارات اللي سجلناها هو 2150 طفل في خطر تلقتهم خليه طرف الاخطارات. احنا لما نتلقى الاخطار راح تكون هناك تنسيق للعمل مع كل المتدخلين، لا سيما مصالح الوسط المفتوح تابعين لنظام التضامن الوطني والاسره وقضايا المراه اللي نحميهم واللي شفنا اليوم نشاطهم هنا على مستوى ولايه الجلفه، وايضا عن طريق الساده قضاة الاحداث ايضا اللي كانوا معنا ورافقونا في هذه الزياره. المهم العمل المتواصل مهما نقولوا عملنا لصالح الطفوله يبقى علينا العمل الكثير. عسكر اطلقنا قافله للتكفل بالصحه العقليه للطفل. احنا كما تعرفوا في الهيئه الوطنيه عندنا لجنه موضوعاتيه مكلفه بصحه الطفل متشكله من اخصائيين في الطب العقلي للاطفال والمراهقين وايضا تواصل مختلف صناديق الضمان الاجتماعي سواء للأجراء أو غير الأجراء بولاية عين تيموشنت عملية الإحصاء والتي أسفرت عن استفادة أكثر من 1600 مؤمنا منذ بداية العملية التي أقرها رئيس الجمهورية لإلغاء غرامات التأخير لدى مختلف صناديق الضمان الاجتماعي. التغطية لكريم أبو النورين. صل سعيدي مدير تشغيل لولاية عين تيموشنت. في إطار الأمر الرئاسي 21/12 المؤرخ في 25 أوت 2021، والمتضمن في فحواه الإعفاء الكلي للغرامات التأخيرية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، سبق هذا اليوم الدراسي أو هذا الملتقى سبقته عدة لقاءات مع المتعاملين الاقتصاديين، والتي نظمها كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء ولغير الأجراء، هدفه أو كله يكب لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. نحن من هذا المنبر ندعو المتعاملين الاقتصاديين أن يقبلوا ويستغلوا هذه الفرصة. عدد التجار اللي استفادوا من هذه الإجراءات راه حوالي 1900 تاجر.
انا ممثل البحاره ميناء بوزجار. بون هذا اليوم اللي داروه لا جورني تاع الضمان الاجتماعي لتحسيس البحاره والتجار على جال لي بيناليتي وعلى جال بون حنا رانا متفائلين. حنا درك داروا لنا لي بيناليتي نحاوهم لنا ابارتير تاع 2020 والحمد لله مام اللي عنده مبلغ كبير ويديروا معاه كالوندري ويستفاد من هذا الاجراء. سطر المجلس البلدي لبلدية سيدي مبارك شرق ولاية برج باريريج برنامجا بمناسبة انتخاب المجلس البلدي مؤخرا. البرنامج الأول يتمثل في حملة نظافة بوسط المدينة يقودها المير الجديد الذي تم تنصيبه منذ أيام قليلة. المراسلة لعبد المالك رفيس. سطرت بلدية سيدي مبارك حملة نظافة موسعة قسنا من خلالها العديد من النقاط السوداء اللي كانت تشكل خطر هنا على المواطنين توانا في بلدية في إقليم بلدية سيدي مبارك. هذه العملية اللي كانت بمشاركة كل الفاعلين من الحركة الجمعوية وكذا المؤسسات الخاصة عملية نتمنى أن إن شاء الله تكون تتكرر وتدوم في العديد من المرات هنا في بلدية سيدي مبارك. قامت الرابطة الولائية للأنشطة العلمية للشباب لولاية غردايا بتنصيب الصالون الولائي للابتكارات والأنشطة العلمية للشباب تحت شعار من أجل حركة شبابية علمية متطورة بحضور مخترعين من ولاية غردايا. التغطية لمحمد إسلام أولاد الظهر. تانا عبارة عن ريزيرفور انتليجون تحت عنوان IoT Based Water Level Monitoring System. فيه اللي كومبوزون اللي هما التراسون واردوينو النود MCU تاع الويفي تمشي تكونيكت مع الويفي تاع الدار وتكون مع ابليكاسيون اللي هي بلينك تكونيكت معها وتبعث لك نوتيفيكاسيون في الابليكاسيون بلينك وتقول تشوف منها لا ديستانس تاع الماء والرهواز تعرف اذا الريزيرفوار تاع الرياضه. في هذا النادي نقوم بحل او ايجاد حلول لبعض المشاكل التي تطرح على التي تطرح في يعني يطرحها الطلبه. مثلا ابسط شيء في القسم الذكي لدينا قسم ذكي نتحكم به يعني نتحكم بالقسم الذكي عن طريق الهاتف يشعل المراوح واطفائها يشعل الاضواء واطفائها المكيف الهواء. من اهم العوائق التي يعني يحتاج يعني تعيق الطالب هي الادوات خاصه الغلاء اولا ثانيا ندره نادره جدا مثل هذه كارت راسبيري. المشكله انها غاليه جدا واي خطا في الاسلاك مثلا قد يؤدي الى اتلافها. لي كومبوزون عندنا ايتراسون والاخر عندنا فيهم مشاكل كثيره انه قلال ياسر من قدام باش يجوك لازم لهم مده كبيره تقول الافكار كاينه ولي زيدي كاين بزاف بصح لي كومبوزون ناقصين بزاف. عمر شاب طموح استطاع رغم صغر سنه ان يقتحم ميدان محلات الاكلات السريعه بمنطقه سلمدر ليصنع لنفسه اسما ومنافسا قويا لغيره. فهو أسطورة سلمدر بأفكاره وإبداعه تمكن من تحويل محله إلى خيمة تقليدية صحراوية تجلب وتسر الناظرين. مراسلة الزميل تويتي بالعربي. السلام عليكم، معكم بن طاهر عمر. أنا في ولاية مستغانم في سلمان. راكم عندي في بيتزيريا باكو جاية في الوسط تاع سلمان مقابلة البحر. وهنا ثاني عندنا محل ثاني أسطورة سميناه، درنا قاعدة تقليدية. الفكرة جاتني هذه كنت قاعد انا كشغل في خدام في البيتزيريا تاعي الاولى نورمان ما صرت كشغل المأكولة التقليدية وكاع حنايا في سلمان. ايا كشغل كريت هذه الفكرة قلت ندير ديكور تقليدي وندخل المأكولة التقليدية تاع اللي مكاش. ايا والحمد لله يا ربي نجحت ورانا انا متواصلين فيها. ومن درنا هذا الديكور الصحراوي زعما الزبائن اللي يجي يعجبهم، عجبتهم القاعدة الصحراوية هنا في سلمان. هذاك عندنا بحر مقابل البحر ودنا لهم قاعده بدنا لهم ستيل.
بالنسبه للاكلات التقليديه اللي عندك اعطينا سمينا بعض الاكلات التقليديه اللي عندك. حنايا في الاولى بدينا بالدجاج المقرمش وكاع ماشي تقليدي بصح من بعد زدنا قلنا ندخلوا فكره فوقه هنايا تحت دايرين ماشي تقليدي فوقه دايرين تقليديه شغل قاعده صحراويه قلنا ندخلوا صوالح تقليديين كيما طواجين عندنا تاع الزيتون عندنا تاع متوم عندنا صوالح ثاني تاع البيري عندنا لي سوب عندنا صفيطي عندنا كسكس صوالح كاع تاع التقليديه اللي تحوس عليهم تاع الدار تسيبهم عندنا هنا. بالنسبه للعمال شحال عندك عمال ابيبري؟ العمال عندي في البيتزيريا الاولى عندي 6 وهنايا عندي ثاني 6 تما كل شيء عندي 12 عام. من المستقبل ان شاء الله مازال تزيد توسع المشروع تاعك ولا بزاف عليك؟ احنا ماذا بينا نزيدو نطوروا المشروع تاعنا باش الزبون والسياح من يجوا هنا في صلامه شغل نشرفوا مستغالين ونطلبوا من السلطات شغل تزيد تعاوننا باش المشروع تاعنا يكبر ونزيدو ثاني ما في العمال ونزيدو ندخلوا العمال معنا يخدموا. رانا هنا في صلامه رانا عند عمر هذه اسطوره درنا فني ديكور شباب وانا فني بكري كليون تاعه وصافي بليزير فني حاجه هكا زعما جديد شويه هكا في مستغالي اش نقول لك حاجه زعما ما شاء الله حاجه ما شاء الله واو درت انا تال معجبني الديكور بزاف هنا وكاع درت لا ليفيرس تاعي هنا وتاع تاع الولد تاعي هنايا الحمد لله زعما حاجه لوكس. لا الحمد لله زعما عمر عنده احترام تاع لي فامي ما شاء الله يعرفوا يستقبلوا الناس ماكله فني عندها بروب زعما صافي بليزير حاجه مليحه. واه ماذا بينا احنا زعما يكثروا لنا هكا لي ديكور حاجه نبدلوا شويه ستيل دوك البحر بزاف هو ملينا مرضوا بزاف حاجه شابه ما شاء الله ربي يبارك له ان شاء الله وربي يزيدوا في رزقه. جينا مباريكو عجبتنا الماكله عند خونا عمر باكو دي فوا راني نجيب المدام هنايا ونجي ناكل هنايا الله يبارك زعما ماكله مقيه ناس محترمين زعما الله يبارك ما عندنا ما نقول الله يبارك صاحبي كما عجبتنا منجو هذه هي. ختام النشرة بقي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. الوزير الأول يشرف على مراسم توقيع اتفاقية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت. وزير العدل حافظ الأختام يشرف على افتتاح أشغال اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. الاتفاق على إعادة تفعيل مجلس رجال الأعمال الجزائري المصري. وزيرة الثقافة والفنون تثمن البعد الروحي والديني في الساحة الثقافية. نهاية النشرة مشاهدينا في رعاية الله.